مصريا على تين تايم. خلي المصيف عليا، انا قلت لك انا عايز اصيف، انا ما بعرفش اعوم. انا هخليك تغرق في دمك بقى. عموده ارمي سلاحك. عموده حماده العقد، حماده العقد يا ابن خالتي. احنا جيران. ايه 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 انت بترفع السلاح على ابن خالتي؟ عيب. مفيش جيران يرفعوا سلاح على بعضيهم. عيب. السلاح ما يترفعش على الجيران حتى لو كانوا من اليابان. ولو كانوا من ارض النعام. ياخد البيض وينام. ايه؟ في ايه اللي حصل؟ ها؟ ليك حق هتاخده. احنا لينا حق طبعا مش هناخده. عشان خاطرك يا حماده يرضيك يبقى واخد 1000 بلبل عشان يحضر وفي الاخر ما يجيش. 1000 بلبل؟ اه. فين البلابل بتاعته يا اخي؟ بلابل ايه يا حماده؟ في البلابل يا اخي، خلينا نخلص. انت مش بتاكلوا في العصافير انتوا الاثنين؟ عصافير يا حماده. مش المشكله دي بينكم وبين بعض عشان بلابل وعصافير؟ بلابل يا حماده، جنيهات. الباشا واخد 1000 بلبل عشان يحضر الجلسه وفي الاخر ما جاش. اه 1000 بلبل يعني 1000 جنيه. اه. طب وطلباتك؟ ال1000 بلبل. انت عايز ال1000 حته واحده؟ عايز ال1000 حته واحده ويعوض ربنا عليا في الحبسه. ماشي، تشكر ومردود لك. اتفضل يا عم. ايه يا حماده في ايه؟ ونحن ايه منك ولا من اختك ولا من عمتي ولا من العيشه ولا من القرف ولا من ايه؟ مش فاهم انا. في ايه؟ واستفنى انا اللي كل على باب كل حاجه انا. الله. في ايه طيب؟ هات ال1000 بلبل اللي انت خدتهم منه، ال1000 جنيه. معيش الا 800 بلبل. 800 بلبل؟ اه. يا انت مش لسه راجع من قلب القضيه؟ وقضيه متريشه وزي الفل، ايه اللي حصل؟ فين الفلوس؟ متريش يا حماده؟ ده الراجل خد اعدام. مين؟ المحامي؟ لا، الراجل اللي كنت بترافع عنه في القضية. الله يخرب بيتك على سنينك السودة بوشك اللي انت قاعد عليه ده. هات هات ال 800. خدها. حمودة. يا حمادة. خمسة زميل. 800 بلبل. 800 بلبل؟ اه. وال 200 بلبل؟ اسألني فيهم بكرة. باختصار الموضوع هيبقى معاك. معايا أنا؟ اه، الحوار كله. طب روح الله يسهل لك. روح. تبرق له كده ليه؟ لا، بوري له بس العين الحمراء. الحمراء؟ ليه بوري له العين السخنه؟ وبطلطش عليه ميه يا حموده ابو ساعده.